السلام بنات، مرحبا بكم في قناة شيوة سارة مريم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو مسمنات فخسي بالورقة ديال بستيلون. دونك خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. اول حاجة غادي نحتاجو الحشوة. خدينا بصلة قطعتها طريفات صغيرين، غادي نشحرها مع الزيت وشوية ديال الملح والابزار. صافي، من بعد كنزيد عليها الشامبينيون. حتى كتبان لي البصله عاد كنزيد الشامبينيون باش حتى واحد ما كيبغيش طياب بزاف. فاش كنقولوا الشامبينيون كنقولوا اوتوماتيكمون الثومه. الشامبينيون كيبغي الثومه بزاف، دونك زدت هنا درت 4 ديال الدروس كبار ديال الثومه. الهريسة على حسب الذوق. فوالا، كنخلط كلشي. من بعد كنضيف الكفته اولا اللحم المفروم وكنبقى نفرقها هكذا باش كتولي ليا طريفات صغيرين، وكتخلط مع الحشوه كامله. من بعد كنزيد ربع قزبر مدنوس. قزبر مدنوس ديما كنضيفوه حتى الاخير باش كتبقى داك لوكو ديالو زوين. تحميره، الكمون، وكنعاود نضيف شويه ديال الابزار مع المليحة، ممكن نخلط كل شيء. بالنسبة للعطرية كتشوفوا على حسب الكمية اللي درتو ديال البصلة وديال الكفتة باش كتمشيو نتوما على حسب الذوق ديالكم والكمية اللي عندكم. صافي، لافاغ ديالي هي واجدة، طفيت عليها كل شيء. دابا غادي نزيد عليها الفيرميسيل. الفيرميسيل خلاص راه الطريقة معروفة، كتديرو في الماء سخون حتى كيطلق راسو مزيان، وكتصفيوه وكتقطعوه. دونك هنا زدت فيه شويه ديال الملحه باش حتى هو ياخذ شويه ديال الملوحه، وكنخلط كلشي. هنا سمحي لي ما قلت لكمش كنخلط كلشي هو مازال في النار، يعني كنخلط هادشي ومازال شاعل عليه في فوق البوطه. فوالا، هنا خديت الورقه ديال البسطيله الصغيره. ان شاء الله دابا نشارك معكم كيفيه تحضير ورقه البسطيله في فيديو ان شاء الله من الفيديوهات ديال رمضان. كتشدو كتعمرو كديرو على شكل مسمنات بحال هذا الشكل هذا. فوالا، كديرو الحشوه الوسط وكتسدو من جانبين على
لا هاد شكلها صافي، ما كتلصقوها ما والو، حيت فاش كتدخلوها الفران كتلصق راسها. الطريقه سهله 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 وكتجي مختلفه. حنا كنعرفوا ان وقت البسطيله كنستعملوها غير في لي سيجار ولا البريوات ولا نيت بساتل ولا بسيتلات صغار. دونك هذه طريقه نبدلو شويه ونوعو. هنا خديت الورقه قطعت على طريفات صغيورين، جات بحال طريفات فريمون صغيورين رقيقين، هما اللي زينت بهم الفوق باش كتجي الشكل ديالهم راقي وجميل. فوالا وكندهنهم بالبيض باش يتحمروا ليا من الفوق، يكون الشكل ديالهم رائع. خلاص المذاق ما نتذكروش عليه، جو فنين جربوهم. فوالا انا كندهنهم بشويه باش كيبقى داك الزوقات مقادين. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال المسملات ديالنا بالورقه ديال البسطيله. نتمنى يكون عجبكم، بصراحه الشكل ديالهم كيجي رائع ومذاق خلاص ما نقول لكمش، كيجي فن 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 فن. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، والى اللقاء في وصفات جديده ان شاء الله. سلامه.